على بابا ترش علينا طقم حنية والسجاير اياها اللي انت عارفاها وهزة فوق وهزة تحت والباقي انت عارفاه. قلتلكوا معرفش حاجة. انت وحامد سرقتوا الشنطة ولو ما قلتيش حامد فين هتتعبي قوي يا حلوة، مش كده ولا ايه يا ابي؟ ايه ده انتوا جايين تهددوني ولا ايه؟ جايين نهددك، ويا قاتل يا مقتول. لا مش كده ولا ايه يا ابي؟ يا قاتل يا قاتل. يا قاتل يا قاتل. حامد اتقبض عليه في طريق اسكندرية امبارح. يلا بقى يا شاطر انت وهو، وروني عرض التفكه.